بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، أولياء الأفاضل، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء أيضا. بعدما عرضت عليكم ملخص رائع على دروس الفصل الأول، شفنا الجزء الأول فيه، شفنا فيه قياس الأطوال، شفنا الجزء الثاني على الحجوم. اليوم حبيت ندير لكم تمارينات رائعة على الحجوم لمراجعة الفرض الثاني. نبدأ بالتمرين الأول. وش يقول التمرين الأول؟ شوفوا معايا، نقراوه مع بعض ثم نحلوا مع بعض. إذا يقول يحتوي مخبار مدرج على 250 سنتيمتر مكعب من الماء. إذا عندي مخبار فيه ماء، إذا سعته أو حجمه هي 250 سنتيمتر مكعب. نلاحظ أن الوحدة هنايا هي سنتيمتر مكعب. السؤال الأول، ماذا تمثل القيمة 250 سنتيمتر مكعب؟ ثم نضع بداخل المخبار قطعة معدنية على شكل متوازي المستطيلات، أبعدها هي 5 سنتيمتر، 2 سنتيمتر، 1 سنتيمتر. هنا ندير لكم الأبعاد على شكل، يديرها لكم في على شكل قوس هكذا، وندير لكم الأبعاد. طبعا كي ندير لكم على هذا الشكل، دائما لازم تعرفوا أن البعد الأول هو الطول، نرمز له ال، البعد الثاني هو العرض، البعد الثالث هو الارتفاع. دائما الطول هو أكبر قيمة. إلى أي تدريجة يرتفع سطح الماء؟ يعني يقصد هنا حساب حجم الماء بعد الغمر. يلا نبدأ مع بعض. إذا أرسمنا مخبار مدرج فيه ماء، إذا يقول فيه ماء يصل إلى 200، هنا طبعا الوحدة هي السنتيمتر مكعب، يصل إلى 250 سنتيمتر مكعب. ماذا تمثل هذه القيمة؟ أولا نكتب واحد، إذا واحد ماذا تمثل؟ إذا نقول تمثل، نجاوب على قدر السؤال، نقول تمثل 250 سنتيمتر مكعب، ماذا تمثل؟ تمثل حجم الماء. ثاني شيء، إذا ثانيا السؤال الثاني، وش يطلب منا السؤال الثاني؟ يلا هنا مع بعض نقراوه. يقول نضع بداخل المخبار قطعة معدنية على شكل متوازي المستطيلات. إذا شوفوا معايا هنا قبل الغمر، شوفوا معايا هنا قبل الغمر، قلنا أن حجم الماء هو 250 سنتيمتر مكعب، نكتب هنا سنتيمتر مكعب. إذا هنا أضفنا أو وضعنا قطعة يعني معدنية على شكل هكذا، على شكل متوازي المستطيلات، نرسم شكل بسيط هكذا على شكل متوازي مستطيلات، هذه هي القطعة. يقول أي تدريجة يرتفع الماء؟ الماء بالطبع هنا عندما نضيف راح يرتفع سطح الماء، بعدما كان 250 راح يرتفع سطح الماء إلى غاية، راح نسميه مثلا هنا، وسميه، شوفوا معايا ركزوا معايا، هنا عندنا هنا الحجم كان في في 1، هنا سميته في 1، كان في في 1، بعد رمي القطعة المعدنية تاعي أصبح عند في 2. المطلوب هو حساب هذا في 2. كيف أحسبه؟ هنا وش راح ندير؟ أولا نكتب ثانيا حساب حجم الماء بعد الغمر، بعد الغمر اللي رمزت له ب في 2. إذا حجم الماء بعد الغمر ماذا يساوي؟ راح يساوي لي حجم الماء قبل الغمر اللي هو هذا الحجم، زائد ماذا أضفنا؟ أضفنا هذه القطعة. إذا راح نقول أن زائد حجم القطعة المعدنية اللي هي على شكل متوازي المستطيلات. إذا في 2 ماذا يساوي؟ راح يساوي لي حجم الماء، شوفوا معايا نكتبها لكم بالجمل باش تفهموا أكثر، شوفوا معايا. إذا نقول في 2 ماذا يساوي؟ حجم الماء بعد الغمر، إذا نكتب حجم الماء بعد الغمر اللي رمزت له في 2 ماذا يساوي؟ يساوي
حجم الماء قبل الغمر، طبعا رمزت له ب في ا، زائد ماذا؟ حجم القطع المعدنية، الشكل تاعها متوازي المستطيلات اللي نرمز لها مثلا في، مثلا اي رمز نرسم، انا نرمز لها بي في. اذا قبل واش نحسب لازم عليا، اذا نكتب الف حساب حجم القطعة المعدنية. واش عندي في المعلومات على القطعة المعدنية؟ عندي ان شكلها، هو متوازي المستطيلات. وماذا نعلم عن حجم متوازي المستطيلات؟ إذا في ماذا يساوي؟ قلنا دائما في يساوي الطول في العرض في الارتفاع. احنا مدولنا الطول، إذا الطول مدهولنا 5 سنتيمتر، العرض يساوي 2 سنتيمتر، الارتفاع ماذا يساوي؟ 1 سنتيمتر. نلاحظ أن أولا الوحدة موحدة، يكون جات الوحدة غير ذلك لازم نوحدها ونديرها نفس الوحدة. إذا في تاعي نعوض التطبيق العددي، إذا يساوي 5 × 2 × 1. في ماذا يساوي؟ 5 × 2 = 10، 10 × 1 = 10. ما ننساش فقط الوحدة، الوحدة كم؟ شوفوا معي هنا السنتيمتر في السنتيمتر في السنتيمتر، راح تكون الوحدة هي السنتيمتر مكعب. دائما الحجوم تكون بالوحدة مكعب. إذا هذا هو الرمز وهذه هي الوحدة. في كل مرة نعودها لكم باش تثبت عندكم المعلومة. إذا بعدما ألقيت حجم القطعة المعدنية تاعي، إذا نقول حجم القطعة المعدنية كم تساوي؟ في تساوي 10 سنتيمتر مكعب. الآن نجي للسؤال تاعي، إذا منه في 2 ماذا يساوي؟ أو هنا شفنا كيف رمزنا له، شوفوا معايا حساب حجم الماء بعد الغمر، في 2 يساوي قلت في 1 حجم الجسم قبل الغمر زائد حجم القطعة المعدنية تاعي. إذا في 2 تساوي حجم الماء قبل الغمر هي 250، هنا ما نكتبش الوحدة، زائد حجم القطعة المعدنية تاعي اللي هي 10. إذا ماذا تساوي؟ 250 + 10 تساوي 260. في النتيجة دائما نكتب الوحدة تاعي، الوحدة تاعي هي السنتيمتر مكعب. وبالتالي إلى أي تدريجة تصل أو يرتفع سطح الماء نولي لي الشكل تاعي. إذا يرتفع عند في 2 اللي هي 260 سنتيمتر مكعب. هذا هو الجواب على هذا السؤال. إذا أتمنى فقط أو نقول يرتفع، نكتب الجملة يرتفع سطح الماء إلى التدريجة 260. إذا أتمنى فقط أن يكون الشرح واضح للجميع. إذا تعليق بسيط منكم يساعدني ويحفزني على المواصلة باش نكملكم دروس الفصل الثاني، رغم أنها كلها موجودة على قناتي في قوائم التشغيل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.